مشاهدين قناة تيجي نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، شاهد بالصور معجزة ظهور لفظ الجلالة على بيض الدجاجة أو على ديل سمكة أو على جذع شجرة، وظهور وجه الشيخ الشعراوي في السماء ليلة القدر. لا وكمان في ناس شافت البرشنودة صور كتير بيظهر فيها أشياء غريبة. الفيديو ده تقريبا اتعمل مرة قبل كده، بس تقريبا من 3 4 سنين، وأنا قررت أعيد نشره تاني، وخصوصا بعد ظهور صورة الشيخ الشعراوي في السماء ملعلعة، والناس بتقول لك دي معجزة من أحد المعجزات وليلة القدر والكلام ده. خلونا نبدأ أو تيجي نشوف. مشاهدين مرحبا بكم مرة تانية. طبعا ما تنساش ان المايك مش مايك، يعني ده بس عشان الصوت يوصل لك كويس. اعزائي المشاهدين، نفترض مثلا ان الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب والصور اللي موجودة، في منها بيبقى فوتوشوب وبرامج بتبوظ الدنيا، ولكن في برضو صور حقيقية موجودة لاشكال حقيقيه، اشي سمكه واشي بيضه واشي بطسطايه بطاطسايه واشي بطاطسايه وحاجات تانية كتير بيبقى موجود عليها حاجات احنا شايفينها موجوده حوالينا. يعني مثلا كده قرر تبص في السجاده اللي تحت رجلك كده وتخيل كده وطلع شكل كوبايه، او مثلا شكل واحد صاحبك، او حيوان اليف، او اي حاجه. يعني ان ما كانش عندك سجاده ممكن تبص في السقف في الدهانات، يعني بتطلع حاجات غريبه، وخصوصا اماكن البيبان الملطشه. لو عندك باب ملطش ولا حاجه ممكن تبص فيه، هتطلع حاجات غريبه جدا جدا جدا. انا ما عملتش الفيديو ده للشو والكلام ده، ولكن عشان غرض موضوع لفظ الجلاله اللي كان على البيضه، عشان نقدر نشوف هل دي فعلا معجزه ولا في سر تاني ورا الحوارات دي. بيقولوا ان الظاهرة دي اسمها باريدوليا. باريدوليا دي الحاجة اللي لما عينك تقع عليها زي مثلا الوش ده كده، تخليك تعتقد على طول ان هو شكل بني ادم، وهو اصلا دايرتين وشرطة. لا وكمان لو غيرنا فيها حاجة صغيرة قد كده ممكن تحس ان هو بيبتسم، او كده مثلا ممكن يكون بيبكي. الحاجة دي بقى ما بتجيش على كبر، لا انت بتتولد بالحاجة دي، وفي حتة صغيرة كده في المخ مسؤولة عن الموضوع ده اللي هو البارادوليا. عارف بقى لو حد لعب في البتاعة دي شوية اللي هي في المخ دي، لو لعب لك فيها شوية كده وبوظها لك، لا مؤاخذة يعني، لو جبنا لك مثلا صورة زي دي كده، عارف هتقول ايه؟ هتقول عنها حنفية، او مثلا دي هتقول عنها شنطة، ومش هتشوف ان هي بتعبر عن حاجة خالص. احتمال انك تشوف ده فلفل عادي ما فيهوش اي حاجه، عشان كده ما تخليش حد يلعب لك في مخك ابدا، عشان لو باظت البتاعه دي مش هتعرف تطلع وشوش من اي حاجه، مش هتعرف تلعبها اللعبه دي تاني ابدا. خدت بالك انت انك طلعت الوشوش اللي كانت على الصور اللي فاتت دي كلها بكل سهوله مجرد بس عينك وقعت عليها؟ طيب تعال نشوف مع بعض كده شويه صور، نشوف البتاعه دي شغاله عندك ولا لا، لا تكون بعد الشر بعد الشر بايظه عندك يعني. شوف شويه الصور دول كده وشوش صح؟ طب دي كده تصدق لعبة حلوة، وشوش كلها وشوش شغالة عندك. اللي مش شغالة عندك يا اخوانا يكتب لنا تعليق تحت. والخاصية اللي في المخ دي يا شباب بتنفع في بعض الاحيان، يعني اللي هو مثلا لما تكون مزعل ابوك ويخش عليك كده بتبقى عارف انه هيضربك ولا لا، او مثلا هو حزين فرحان غضبان كام في المية، انما لو البتاع ده باظت مش هتعرف اي حاجة. واخد بالك يا ابو شباب؟ فما تزعلش ابوك لو سمحت، عشان ده اسمه عقوق والدين، احنا مش هنبوظ حاجه ونصلح حاجه يعني. تعال بقى لو بصينا على شويه صور ملهاش لازمه، مش ملهاش لازمه، مش هتقدر تطلع منها وشوش ولا اي حاجه الا في حاله واحده بس، لو شغلت المخ البايظ اللي هو تخيلات بقى. مثلا كده ده جمل، لا مش جمل، ده فيل، لا مش فيل، طب ده ايه بالظبط؟ مش مهم مش مهم مش مهم. دي مثلا ممكن تاخد لك بتاع دقيقة كده على ما تطلع لك فيها شكل معين، يعني لأنها بترمز لحاجات كتير. في ناس هتشوفها كتكوت، في ناس هتشوفها سمكة، في ناس هتشوفها فار، على حسب يعني. فلما انت تمسك بيضة وتلاقي عليها 3 شرط ودايرة، فانت ما انت شايفها بعينك، هي العين مجرد ناقل للصورة بس للمخ، والمخ هو اللي بيحدد ايه الحاجة اللي قدامي، وهل الحاجة دي مشابهة لحاجة انا شفتها قبل كده ولا لا. وبيبدأ المخ بالبرانادوليا دي يقدر يشابه ما بينها يعني والكلام ده. فلو فكرنا نلعب
على الحتة دي في العقل مثلا بالصورة دي، اقدر اخليك تشوف حاجة مش موجودة اصلا، واخد بالك انت؟ صح. ولو لعبنا برضو على الطريقة اللي مخك بيحلل بيها الصور، تعال مثلا شوف الصورة دي، انت شايف انه طربوش وبتاع مش عارف ايه، لا كوز واقف كده، هو مش كوز واقف ولا حاجة، لو ركزت شوية هتلاقيه نايم خالص. تعال نشوف غيرها. اغرب حاجة بقى ممكن تشوفها في الفيديو ده هي الصورة دي، تقدر تقول لي ايه اللي انت شايفه من الصورة؟ لا ركز ركز، طب ركز كمان شوية، ركز. لا هو مش شوية طوب مرصوصين وخلاص، لا في حاجة فيها. لا ما انا مش عايز اتسرع واقول لك ايه اللي فيها، عشان لو قلت لك ايه اللي فيها لو راجعت الصورة مش هتشوفها زي الاول، هتستغرب فعلا، واخد بالك؟ ركز، ممكن توقف الفيديو وترجع تاني. خلاص لسه، طب ركز كمان. طب مش واخد بالك مثلا، خلاص يعني ابدا اتوكل على الله، مش واخد بالك مثلا ان في سيجارة في الجدار؟ مش ما شفتهاش لسه؟ اهي ظهرت معاك كده. اه كده ممكن ترجع للفيديو تاني وتشوف ان كنا عاملينها فوتوشوب ولا لا، بس مش هتقدر تشوفها زي الاول، السيجارة هتفضل موجودة على طول في الصورة لان خلاص المخ قدر يحللها بعد انا ما وريتها لك. طيب تعالوا بس معلش، ما سامحوني يعني انا بطول في الفيديو، بس كل الهدف ان انا اعرفك ليه لقيت اسم الله على البيضة، بس هو ده الفكرة، او انك تشوف صورة الشيخ الشعراوي في السماء، عايز اشوف ده ظاهرة حقيقية او دي معجزة ولا ايه بالظبط. مثلا تعالوا نلعب لعبة صغيرة، دي مثلا صورة منغمشها تلفزيون بايظ اللي هو بتاع زمان ده، تعالوا نطلع منها وشوش كده، تعالوا كده عندك ده وش، وادي صرصار، وده وش صغنن، وده وش مطول، ايه ده؟ شوية حاجات كده قدرنا نطلعهم من الصورة، تعال نشوف بقى بعد كده بقى عامل ازاي. شفت بقى ان انت تقدر تطلع اي حاجة من اي حاجة؟ هنا بقى نرجع للسؤال اللي عملنا عشانه الفيديو، هل لفظ الجلالة ده معجزة انه يظهر على بيضة او يظهر على بطاطساية بطاطساية، او مثلا يظهر على جذع شجرة او 3 شجرات جنب بعض او الكلام ده، هل دي معجزة فعلا ولا لا؟ وخلي بالك اي 3 شرط ودايرة جنب منهم العلم بتحللها ان كلمة الله، او مثلا على كف ايدك لو عملت كده 3 شرط ودايرة جنب منهم ممكن تيجي الله. فلو عايز تعرف ان دي معجزة ولا مش معجزة، فالمعجزة مش في الحاجة اللي اتكتبت على البيضة، لان انا زي ما قلت لك كده انت بتشوف اي 3 شرط او اي حاجة بارزة وجنب منها حتة صغيرة العقل بيرسمها على انها لفظ الجلالة، ولكن المعجزة جوه البيضة نفسها او جوه جذع الشجرة نفسه، او ازاي البيضة بتبقى مقفولة وبتبقى بيضة وبيطلع منها الكتكوت. فعندي بقى في كام بيضة على كوكب الارض موجود فيهم معجزات؟ المعجزة في الحاجة اللي موجودة جوه البيضة اللي تخليها تتكون تبقى كتكوت. المعجزات حوالين منك كتير، بس انت لو شغلت عقلك في حاجة مهمة. دراعي وجعني من البتاعة دي وحاسس ان ملهاش لازمة، حاسس ان دماغي هتقع، لا خليها. فخدت بالك يا محترم؟ فمن اكبر المعجزات يا محترم الحاجة اللي في دماغك دي اللي خليتك تشوف اي حاجة ملهاش لازمة بقى ليها لازمة، اللي هي البريدولية. فانا عايزك تعرف حاجة واحدة بس، ربنا مش محتاج يحفر اسمه على بيضة عشان يعرفك ان هو موجود. خدت بالك يا محترم؟ كل سنة وانتم طيبين. كان معكم صبح كامل صاحب قناة تيجي نشوف، وصاحب قناة البحبحاني على اليوتيوب، تقدر تبحث عنها او هسيب لك الرابط تحت، او مش فاكر يعني مش عارف. ما تبخلش عنا باللايك واشتراك، واكتب تعليق تحت برأيك، وادعمنا بأي حاجة، وممكن تنشر الحلقة بين صحابك، معلش صدعتك شوية، سامحوني. سلام عليكم. ركبت إليك أجنحة الخيال، وطوعت القصيدة للنزال، سأدفع اليوم بغيا عن حبيبي، وأفديه بروحي بل بحالي، وأفديه بروحي بل بحالي، ففداه الروح والأحباب جمعا، ونحري درعه صوب النبال، سأقطع كل من عادى رسولي، وأبتر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا،
رجاء للمثوبة فيه.